يقول سماحة الشيخ بارك الله فيكم، ما حكم صلاة الراتبة في السفر وكذلك صيام التطوع؟ نعم، صيام التطوع لا بأس، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر تطوعا، وكان يتهجد في الليل حيثما توجهت به راحلته، تهجد على الراحلة، وكان لا يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا. فأنت تعمل ما تستطيع من هذه الأمور